دكتور محمد فايز فرحات، كل وسائل الإعلام الإسرائيلية التي كانت تتناقل أنباء مرتبطة بالاجتماعات الأمنية والعسكرية التي تتم منذ عصر هذا اليوم كلها تقريبا مجمعة على أنه لا قرار حاسم فيما يخص عملية في الضفة الغربية. هل يبدو الأمر عادي؟ هل هذا هو تقدير الموقف الطبيعي أم أن هناك بعض المحددات الأخرى التي طرأت ويجب النظر إليها بعين الاعتبار؟ نعم، يعني أولا يعني نعلم أن تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية هي تركيبة يغلب عليها اليمين الديني المتشدد، وأن عملية صنع القرار بات يسيطر عليها هذا التيار أو هذا الجناح بشكل قوي داخل الحكومة الإسرائيلية، وتحول نتنياهو إلى يعني أسير في رأيي إلى هذا التيار داخل الحكومة، وهو أسير ليس سيطرة وهيمنة هذا التيار اليميني المتطرف، لكن أيضا أسير الأوضاع السياسية بشكل عام الحرجة في إسرائيل. وبالتالي إذا أخذنا هذا في الاعتبار يمكن أو كان من المنطقي أن تلجأ أو ينجح هذا التيار في يعني اتخاذ قرار بالاستخدام او تنفيذ عمليه عسكريه ضد جنين، لكن ما يحدث الان في رايي ان هناك او بات هناك يعني معادلات جديده او معطيات جديده حجمت في رايي قدره هذا التيار على يعني الدفع في اتجاه تنفيذ مثل هذه العمليه العسكريه. اول هذه المعطيات في رايي ان هناك واقع جديد في الضفه الغربيه وفي قطاع غزه نجح في الوصول الى ما يمكن وصفه بتوازن في التكاليف العنف، بمعنى إذا كان إسرائيل لديها القدرة على البدء بعمليات عسكرية أو بعمليات اغتيالات لقيادات للفصائل الفلسطينية أو اعتقالات لعناصر وفقا لما ترى بأنها مطلوبة، لكن ثبت أيضا أن الجانب الإسرائيلي بكل مكونات عفوا الجانب الفلسطيني بكل مكوناته أصبح لديه قدرة أيضا على دفع إسرائيل تكاليف لنظير ما تقوم به من سياسات ضد الجانب الفلسطيني. مراجعة كل العمليات التي قامت بها إسرائيل خلال العامين الأخيرين أثبتت أن الجانب الفلسطيني لديه هو الآخر القدرة على تكبيد إسرائيل تكاليف لهذه السياسات، وربما كان هناك تفاوت في أرقام يعني التكاليف البشرية على الجانبين، لكن في المجمل يعني الجانب الفلسطيني استطاع بالفعل أن يبني حالة من التوازن في هذه التكاليف مع الجانب الإسرائيلي. أعتقد أخذ كل هذه الأمور بشكل يعني مجمل أو بشكل تراكمي أخذا في الاعتبار كل المواجهات السابقة، أعتقد على الجانب الإسرائيلي أو بالتأكيد هو يضع هذا في الاعتبار. خبرة حتى العملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل ضد جنين في الأخيرة تشير إلى هذا، يعني استخدمت سلاح الجو، استخدمت أيضا آليات عسكرية، لكن يعني واجهت الآليات العسكرية مشكلة كبيرة وكان هناك صعوبات في عمليات الإجلاء وفي عمليات أيضا يعني سواء إجلاء الجنود أو إجلاء الآليات العسكرية. كل هذا يشير إلى أن الجانب الفلسطيني أصبح لديه القدرة على التعامل مع هذه عمليات العنف من جانب إسرائيل من ناحية، وقدرة أيضا على تكبيد إسرائيل قدر من التكاليف بالتأكيد تؤخذ كمدخلات في عملية صنع القرار. هذا معطى مهم. هناك معطى آخر أن الجانب في الماضي كانت إسرائيل يمكن أن تتعامل مع قطاع غزة بمعزل عن الأمور أو المعطيات في الضفة الغربية، لكن الآن الوضع مختلف، أصبح هناك قدر كبير من التنسيق بين الفصائل الفلسطينية على في غزة مع الجانب الضفة الغربية. الضفة الغربية الآن بدأ يظهر فيها يعني تكوينات أو مجموعات عسكرية حتى مستقلة وبعيدة عن الأجنحة أو الفصائل وأجنحتها العسكرية الرئيسية في قطاع غزة. الضفة الغربية الآن أصبحت تمتلك يعني بعض المكونات أو التكوينات العسكرية التي يعني تتماهى في طريقة أو فهمها لطبيعة الصراع مع الجانب الإسرائيلي وطريقة إدارة هذا الصراع. أصبح هناك ذهنية واحدة تقريبا بين جناح غزة والضفة الغربية. هذا يعني تطور مهم، هو أن إسرائيل عند إذا ما أقدمت على
تنفيذ عملية عسكرية ضد الضفة الغربية، فيجب أن تأخذ في الاعتبار أنها لن تتعامل مع الضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة، لكن أصبح يعني في معطى جديد أنها يجب أن تتعامل مع الجانبين، مع الفصائل الفلسطينية التي تؤمن بتكبيد إسرائيل أكبر قدر ممكن من الخسائر من الجانبين، من غزة ومن أيضا الضفة الغربية. هذا معطى ثاني مهم. معطى ثالث في رأيي أيضا هو أن المزاج العام في الفلسطيني خاصة من قطاع الشباب أصبح يؤمن بأدوات جديدة في إدارة الصراع مع إسرائيل. لم يعد يؤمن بطريقة المفاوضات السلمية، لم يعد يؤمن كاملا بالعمل وفق يعني سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية يعني في التحليل الأخير هي سلطة رسمية تتعامل أو ما زالت تؤمن بالمفاوضات السلمية كوسيلة أساسية لإدارة الصراع، لكن الأجيال الجديدة في فلسطين يعني تؤمن بمعطيات جديدة وتؤمن أيضا بأدوات جديدة مع الجانب الإسرائيلي، لأن هذه الأجيال لم تشهد أو لم تعاصر عملية المفاوضات مع إسرائيل، لكن في المقابل رأت سياسات العنف، وهي تنظر إلى جانب نتائجها على الأقل حتى وإن لم تكن قد حضرت هذا الجانب، لكنها تنظر الآن إلى مآلات هذا المسار الطويل الذي اتخذته المفاوضات.